يا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الابتسامة وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاكم حلقة صباح النور، حلقة نهاية الأسبوع، حلقة النهاردة الخميس 22 يونيو 2023. صباح الفل، وبتضايقك كلمة نهاية الأسبوع؟ ما بحبش أنا. ماشي، صباح الفل. نهاية الأسبوع مش نهاية الحياة يعني. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة، والعيد ميلادهم بتاريخ 22/6 بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. مبارك حضرتك. الحمد لله. ايه، ابتدي انا ولا تبتدي انت؟ يلا. طيب بص يا ستي، بما ان يعني الدنيا مزنقة مع ناس كتير. عايز فلوس؟ مسعود عايز فلوس، وانا كمان عايز فلوس. قال له شوف حد يسلفنا. كلنا عايزين فلوس. فطبعا يعني يعني مش عارف اقول لك خلاص ما تتكسفش بامانه، اقول عايز كام واديهم لك بعد الهوا. هبه لا محرج، بس المهم هتديني. استلفهم لك برضو. هتستلفيهم من حد تاني؟ استلفهم واديهم لك. تستلفيهم وتديهم لي؟ انا موافق. ومش عارف اخدهم منك بفايده ولا لا، هفكر يعني. ده لو انا رديتهم، لان المثل بيقول ايه، السلف تلف والرد خساره. يعني انت ناوي يعني كده؟ لا انت هتجيلي اول مره اقول لك اصبر عليا. تاكلهم عليا؟ ايه، ناوي تاكلهم عليا؟ يعني هقول لك اصبر شويه. ليه قالوا السلف تلف والرد خساره؟ ليه؟ مع ان السلف ممكن من وجهه نظر ناس طبعا يفك زنقه، وقفه الناس جنب بعض، يعني فيها حاجات كتير حلوه برضو يعني. انا ما كملتش انا حكايه الكلام اللي عايز اقوله. ماشي، اتفضل. بتاع حبل افكاري. الف سلامه. الف سلامه على حبل افكارك. لا بص يا ستي، دلوقتي احنا عايزين نسال، واحب ان حضراتكم كمان تشاركونا الاجابه، بنبقى مبسوطين جدا. السلف مع او ضد فكره السلف؟ أنا يعني ممكن حد يشوف إن السلف دي حاجة جميلة، إن هي مساعدة اجتماعية بتقدر تساعد بيها الناس، وفي نفس الوقت الفلوس بتتردلك مرة تانية. وفي حد يقول لك بص أنا السلف ده ياما خسرني ناس، ياما ناس استلفت مني ما ردوش يردوا لي الفلوس فخسرنا بعض. رأيك إيه في القصة دي؟ مع أو ضد فكرة السلف؟ أنا شخصياً أحب النهاردة أقول رأيي، ما أحبش أبقى محايد، أحب أقول رأيي، بس أسمع الأول رأيي. لا لا لا، قول. أنا عايز أسمع رأيي. لا، أنا عايز أسمع رأيي. لا مش هقول لك رأيي. قول. أنا أقول رأيي في الآخر. ليه في الآخر؟ أنت ابتديت كلامك، قول لي رأيك إيه. طب إيه يعني؟ عندك مساحتك من الحرية، أنا مش هعمل لك حاجة. لا لا، مش تعملي حاجة. لا أنت قولي، أنت قولي رأيك. رأيي؟ رأيي يعني بتفق مع المثل جزئيا مش كليا يعني. لأنه برضو يعني لما حد بيقع في زنقة ولا في ضيقة وغصب عنه يعني هتقوله، في ناس تقول لك إيه، ما تتصرف يا أخي، ما تروح تشوف لك شغلانة تانية تزود بيها دخلك، ما تعمل. لا، ما الكلام ده لو حد غريب، لكن أنا بقول لك في نطاق الأسرة. لا احنا بنتكلم في العموم، مش بتكلم في الأسرة دلوقتي، بتكلم في العموم. المثل بيتكلم في العموم، وكلمة السلف تلف والرد خسارة هي أكتر هتبقى على كمان الغريب يعني، اللي أنت ممكن جدعانة منك تقف جنب حد وتسلف حد فلوس. وبعدين ممكن تحصل مشاكل كتير قوي بقى بين الاتنين دول. طبعا. يعني ممكن تلاقي بقى الشخص اللي استلف، لو هي فضلت ظروفه متلخبطة، هو مش قادر يسد الدين يعني. هو للأسف برضو لما حد بيبقى مزنوق قوي والظروف مخبطة معاه ومش لاقي حلول، والنهاردة حليت الأزمة دي بالسلف من حد، وبعدين ما عرفتش أسد والدنيا زنقت معايا تاني، هكسف أطلب منه تاني، فدورت على حد تاني خدت منه خلاص، الدنيا الدايره وسعت. انت لو عرفت، لو عرفت ان حد استلف منك جزء من الفلوس، وبعدين انت قلت له يعني انا كنت مزنوقه فيه وكنت محتاجاه وكده، اللي هي الفلوس بتاعتي اللي انا سلفتها لحد، الفلوس بتاعتك، فقال لك ايه ده الدنيا مزنقه قوي معايا اليومين دول. وبعد كده انت شفتي ان هو حاطط صوره هو ومراته على الفيسبوك، كانوا بيصيفوا في مكان مش هيدفع فيه اقل من رقم كبير كده، بيبقى مشاعرك انت الشخصيه عامله ازاي؟ لا هسأل نفسي 500,000 سؤال يعني. أكيد أصل احنا بني آدمين طبيعي يعني. أنا طيب أنا أقول لك أجاوب بمثالية بس طبيعي جدا الإنسان اللي بيوصل. على فكرة موضوع السلف ده لما حد يبقى مش متعود عليه بيوجع قوي لما حد يطلب. طبعا. يعني أنت بتبقى واخد ده على حساب بقى كرامتك ومش قادر إن أنت تطلب طلب زي ده، ومع ذلك لأجل ظروف كتير غصب عنك بتعملها. وبتبقى بتاكل نفسك إزاي ترد الدين ده. وتقعد بقى تتأسف لو أنت اتأخرت وتعتذر، أو تبقى محرج تقابل حد. ده اللي المفروض يكون. لكن لا، اللي بيحصل، وفي ناس كده صدقني بيحصل مشكلة. طب أنا هقول لك على حاجة،
انا مثلا هقول لك وجهه نظري واقول لك اللي بيحصل ايه. انا وجهه نظري ان السلف في اطار الناس اللي انت بتحبهم او تعرفهم قوي ده واجب عليك. يعني مثلا حد جه قال لي سلفني وانا اقدر اساعده ما اقدرش اتاخر عليه. لكن هحط شرط صغير. ايه هو الشرط الصغير؟ ان اي فلوس هطلعها من جيبي عشان اسلفها لحد تبقى الفلوس دي احتمال احط دايما احتمال ان هي ما ترجعش، ولو ما رجعتش مش هخسر الشخص اللي قدامي. بمعنى حد مثلا جاي طالب منك سلف 20,000 جنيه، هقول اي رقم يعني، تمام؟ بس انت ال 20,000 جنيه لو ما رجعوش احتمال تخسروا بعض، فهقول له لا انا اقدر اسلفك 5 بس في حدود امكانياتي، واسلفه الخمسه بس، ولو ما رجعوش الخمسه انا مش هبقى ده شرط صعب. ايه؟ شرط صعب. هي ايه؟ الشرط انت بتقول انا هسلف بس بشرط، يعني او بينك وبين نفسك تقوله لنفسك يعني. لا ده بيني وبين نفسي ان الفلوس لو ما رجعتش مش هخسر الشخص اللي قدامي. هقول لك ليه صعب؟ لانك انت ممكن حد فعلا حتى لو في الدايره القريبه، يعني انت بتقول اللي هو مش هقدر اكسفه او يعني عايز افضل، ما اقدرش اقول له لا طبعا. بس النهارده ممكن الفلوس اللي انت هتديها له عشان انت عارف انه في زنقه تديها له كمان من احتياجك، يعني مش حاجه فاضله عنك. لا وماله، ما انا ما قلتش حاجه، بقول لك انت هتديها له وانت عارف ان دي من احتياجك، فكون ان انت تقول انها مش هترجع بتبقى صعب عليك، لانك انت عارف مثلا هو قال لك انا هرجع لك الفلوس دي كمان اسبوعين، انت عندك التزام معين كمان شهرين. بس انا عارف هتقول وماله لما هيرجعها لي كمان شهر. انا عارف اكون فكيت زنقه. لا انا عارف ان هو ظروفه منيله ومش هرجعها كمان شهرين اصلا، مش كمان. محدش بيعمل كده. لا اسمع، يعني لا نادرا ما حد هيسلف حد وهو عارف انها مش هترجع خالص. هقول لك طبعا على حاجه. هقول لك لا، انا بالنسبه لي هقول لك على حاجه، مش هديله سلف، هديله مساعده. هقول له طب بص انا ما اقدرش اسلفك، انا محتاج الفتره اللي جايه عليا التزامات كتيره، لكن انا معايا المبلغ الصغير ده، انا عارف ان هو مبلغ صغير، ده خده من غير سلف. تمام، ده حلو جدا، ده مختلف تماما عن موضوع السلف. انت هنا في الحاله دي مش بتسلف وانت عارف انه مش هيترد، لا انت بتديه كنوع من المساعده عن طيب خاطر وانت مش مستنيه يرجع من الاول. لكن فكره السلف حد عايز يستلف عشان يعمل مشروع مثلا، وارد جدا ان هو يبقى نيته حلوه، بس وارد جدا المشروع يخسر. وارد. تمام. غير واحد مثلا بيستلف يعني بعيد عنكم بيلم مثلا تمن عمليه، يعني ما تقدرش تقول له، ما تقدرش تعمل نفسك مش موجود. لا ولا تقول له هترجعها لي امتى، ولا تقول له ترجعها امتى، ما تقدرش تعمل نفسك مش واخد بالك. لا انت لازم تساعد باي شكل من الاشكال، بس المهم ما اكسرش اللي قدامي، ما اكسفوش. انا مش قادر اسلفه، عارف ان انا لو اديته مبلغ كبير احتمالات ان هو يرجع يعني لا تزيد عن 5% او 10%، بس على الاقل طالما هو عشم فيا يعني هديله مبلغ يكون لا يرد. مش انت هنا اتكلمت في جزئين غير بعض، جزئيتين غير بعض، ان انا اساعد وانا عارف ان الفلوس دي انا مطلعها مساعده وانا مش عاوزها بعد كده، حتى لو هو جه قال لي انت ليك عندي كذا فانا هقول له لا خلاص انا مش عاوزها. ماشي. وبين السلف حد جاي ياخد منك حاجه وقال لك انا هرد لك ده بعد وقت قد كذا، وعاده اللي بيستلف وهو بياخد الفلوس بيقول انا هرجعها لك في بحر كذا، المفروض يعني ما انا بقول المفروض لانه مش دايما بيحصل كده. فانت رتبت ظروفك على انك انت لما عاده اللي بيستلف ما بيرجعش الفلوس، تمام؟ او ما بيرجعش كامله، او بيرجعها على 100,000 جزء، وما بيرجعش في ما فيش التزام. وليه دايما مش دايما يعني بنسبه كبيره جدا بيخسروا بعض او بيزعلوا من بعض او بيشيلوا من بعض. هو ده بقى لان انت جاوبت عليه من شويه. لان السلف غير المساعده. انا لما بسلف حد بسلف من قوتي ومن قوت عيالي ومن التزامات عليا، بس ما هنش عليا ان اشوف حد. يا ستي برضه انا عايز اقول لك على حاجه بقى. مش من قوتي، استني بس، مش من انا بحللك ليه لا بيخسروا لا بعض. لا انا هقول لك على حاجه، انت بتقول بيخسروا بعض ليه؟ اوكي، مش لازم اللي يسلف ده يكون يعني بيقطع من اللحم الحي ويدي غيره، مش ما اقصدش كده. اقصد يا ستي هو معاه فلوس ومستريح وكل حاجه، طبعاً. بس هو سلف شخص على اساس ان هو يستلف، من حقه ان الفلوس دي ترجع. من حقه، صح. انا بتكلم هاخدهم، بصي هاخدهم هروح العب بيهم، اروح هأجر ملعب والعب بيه، ما حدش ليه دعوه. ده أيوة، انت فلوس سلفتها وترجعها تاني. لو انت الفلوس دي اديتها وانت اصلا مش محتاج، يعني فلوس دي مش مزنوق فيها قوي،
خلاص وفلان ده اللي استلف منك قالك هرجعها لك كمان شهرين، جه شهرين وما رجعهاش وانت طالبته بيهم وهو فضل يماطل يماطل معاك. بس المماطلة حاجة، وان انت بعد ما طلبتهم شايف ان هو ظروفه زي ما انت كنت بتقول بموضوع مشروع بس خسران، عمل عملية ما نجحتش ودخل في دايرة تانية ورايح لدكاترة تانيين، فانا لو انا الحاجة دي فايدة هستنى عليه تاني، يعني انا شايف ان هو مش بيتهرب مني تمام. فهقدر استنى عليه. لكن لو انا مطلع حاجة انا اللي هتزني وانا اللي هضطر انا اللي استلف عشان انا طلعت حاجة هي دي كل اللي معايا، كنت فاكر انه يرجعها لي كمان شهر، يمكن ده اللي بيقوله انا وانا حق عليا ان انا سلفتك وانا غلطان ان انا سلفتك. ده الحاجة دي الحاجات اللي بتخلي الناس تخسر بعض. ايوه برافو عليك. طب احنا يبقى دلوقتي تعالى نتفق على كام حاجة عشان احنا برضو ايه عومنا الدنيا. يلا. فكرة ان انا اسلف كل اللي معايا وقوتي وقوت عيالي، وان هو لو ما رجعش الفلوس الواد احتمال ما يدخلش المدرسة السنة دي، انا رأيي ما تسلفش. ابقى صريح بقى اهو، يعني لو انت بتدي اللي هو المبلغ ده اللي انت هتدهوله ان انت لو ما رجعلكش الفلوس زي ما هو قال ابنك احتمال ما يدخلش المدرسة السنة دي او تحصل مشكلة كبيرة، لو انت تحت الضغط ده او في الظرف من الظروف دي انا رأيي ما تسلفش. تمام. تمام. لو انت احساسك بيقولك بنسبة 1% ان اللي قدامك ده مش هيرجع الفلوس، انا رأيي صدق احساسك بس ساعده. ساعده بمعنى ان انت ما تكسروش وما تكسفوش وما تخرجوش يعني مكسوف. لا انا مش هقدر اسلفك لان انا عندي التزامات في الفترة اللي جاية، بس ده مبلغ انا اقدر اساعد بيه ومش محتاج. هنا الوضوح. ده مش سلف. يبقى انت بتتكلم في الوضوح. اللي بالك يعني اللي جاي يسلف ما زعلش. ما انا بقولك اول حاجة انا ما كسفتوش. انت صريح خلاص. هو كان طالب 10,000. تمام. انا اديته 1,000 لا ترد. هو يعني هو في الاخر كسب ما خسرش. لا ما خسرش. وما انا ما كسفتوش وما حطتوش تحت ضغط ان هو هيرجع الفلوس تاني. بص بقى في ناس دلوقتي ممكن تقول لك ايه، هي دي المحبه، هو ده العطاء، هي دي الناس اللي ممكن تساعد بعض من غير ما ربنا علمنا مش عارف ايه. يعني انا متفهمه كل الكلام اللي احنا هنقوله، بس انا برضو هقول زي اسحاق، لما الامور تبقى واضحه ده بيبقى احسن وما يعملش مشاكل. فرق كتير قوي بين المحبه وبين العطاء، الجزئيه اللي هي انا هدي لحد وهساعده، انا مش مستنيه يرجع لي ده، انا قادر ان انا اعمل كده، ممكن ادي من اعوازي عن طيب خاطر وانا برضو حتى لو عاوز المبلغ بس طالع من نيتي انا ومن ضميري ان انا بدي للشخص ده وبفك ضيقته او ازمته وانا مش مستني الفلوس ترجع. دي نابع مني حاجه بيني وبين ربنا، وبين ان انا عارف برضو ظروفي وعارف التزاماتي وعارف اللي عندي، فانا مقرر ان اللي بيني وبينك طالما جيت قلت انا مش عايز مساعده انا عاوز فلوس سلف وهرجعها لك كذا. فده هنا وضوح. هنا بقى زي ما اسحاق قال بنتفق مع بعض، طب هتقدر ترجعها امتى او قد ايه؟ ممكن حد يقول لك انا هرجعها لك على اجزاء، يعني هو برضو واضح اللي جاي يستلف واضح انا مش هقدر اسد المبلغ ده دفعه واحده، بس يعني كل ما يجي لي حاجه هرجعهم لك كذا في كذا في كذا، فانت برضو واضح. فانا متفاهم ظروفك والطرفين قبلوا، ولو ان نرجع نقول دي من الحاجات الكبيره والكتيره اللي بتعمل مشاكل واللي خلت ناس تستغلها وتستغل احتياجات الناس في موضوع الفلوس بالفايده. بصي لا بره البنك حتى يعني مش بتكلم على الناس اللي بتستغل بقى احتياج، خلت فكره السلف سلف بفايده. الربا ده انا ما بحبوش. لكن بصي انا عايز اقول لك على حاجه، انا الشخص القريب مني سواء كان قريبي او صديق او صاحب بتاع، انا واجب عليا ان انا اساعده، واجب عليا ان انا اساعده فمزا وقف جنبه. ما ينفعش يبقى انا معايا واعمل مش واخد اغمي عينيا واسدني عنه واعمل مش واخد بالي. انا بشوفها ان دي عدم انسانيه طبعًا. ان انا اعمل كده. انا رايي الغريب ما بتعاملش معاه، الغريب بتعامل معاه في مساعده فقط. يعني في ناس بتبعت حتى في يعني للناس العاديه، واحد ما تعرفوش خالص وتلاقيه بعت لك يقول لك ايه سلفني مبلغ كذا، سلفني مبلغ كبير، مبلغ كبير يعني استحاله هتسلفه. تمام. لكن لو واحد طالب مساعده وانت تقدر تساعد هتساعد. المساعده بتبقى للغريب والقريب، بس القريب مني لما يجي يطلب مني سلف ما اقدرش اعمل ان انا مش واخد، ما اقدرش اعمل ان انا مش واخد بال، الا لو فعلا انا مش معايا، الا لو فعلا انا بمر بضائقه ماليه. ودايما احنا مشكلتنا في موضوع الضائقه الماليه ده ان احنا بنبص اللي قدامنا، اصل ده يا عم ده راكب عربيه وساكن ما اعرفش فين وعامل ايه، يبقى اكيد معاه فلوس كتير. لا مش اكيد، ده مش اكيد على فكره، ياما ناس راكبه عربيات دلوقتي ومش معاها صيانه العربيه. فبرضه ما تفترضش حاجه في اللي قدامك،
يعني بس فكرة المساعدة تبقى دايما ساكنة جواني. أنا بشوف كده أن أنا لو أقدر أساعد ما تأخرش. المساعدة برضو هنفرق بينها وبين السلف، بينها وبين أنك أنت بتدي فلوس أنت مش مستنيها أنها تترد، بين أن الطرفين واضحين مع بعض الفلوس دي هترجع مثلا إمتى وعلى مدار قد إيه ومتجزأة ولا مرة واحدة، بين أن في اتفاق بين طرفين. ولما كنا يسحب نتكلم على إن كنت أخواتي تحاسبوا، يعني دخلنا مع بعض بقى حاجة طبعاً. أو فلوس، في تكتب على نفسك ورقة تأمن نفسك بفلوسك، تكتب الطرف التاني. أنا على فكرة هو الموضوع ده صعب قوي، صعب بيخسر الناس بعضها. بس السلف لحد لا، بص أقول لك الحاجة، لو واحد جاي يستلف، لو واحد قريبي جاي يستلف مبلغ، لا استني بقى، لو أنا حد، أنا عايز أقول برضه، لو واحد قريبي جاي يستلف يعني هقول له مش معايا، أحسن ما أقول له مديلي ورقة. ده في ما أقدرش يعني، أنا شفت ده، لا ما اقدرش يعني، شفت كده اللي هي انت عشان تستلف من حد وبيبقى حاجه يا سلام اقول له اكتب لي ورقه، صدقني لا 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 صدقني بيحصل. ودي صعبه تعالي نشوف بقى التليفونات احسن. يعني فين؟ صباح الفل. صباح الفل عليكم. صباح الفل. صباح الخير يا هوبا. صباح الفل عليك يا حبيبي. صباح الورد. ايه رايك في موضوع السلف ده نيفين؟ بصي انا احب ان انا اسلف ما استلفش، انا ما احبش السلف، ما احبش انا استلف. أيوة. احب اعيش على قد دخلي. صح، يعني مش عايز الانسان يعيش على قد دخلي طبعا. لكن اي حد مثلا عاوز مني فلوس وعاوز سلف، ايه المشكله تفكي زنقه الناس طالما تقدر؟ وانا اضعافها مثلا طبعا، انا مش هسلف اي حد غريب وبس. لا، انا السلف دوتي بيبقى من الناس طبعا قريبين مني او من الناس موثوقين منهم، اسلف عادي. لكن في برضو في اللي هي المساعده، هم بيبقوا طالبينها سلف، بس انا بابا من جوايا بيني وبين نفسي ان انا عارفه ان الفلوس دي خلاص طلعت بيه المساعده، انا خلاص طالعه من ذمتي وكدهوتي بسماح. دي ما ب... ما يعني ما بستناش. مش بتستنيها طب نيفين لو يعني اسحاق كان قال موقف كده، قولي رايك فيه في اول الكلام، انه انت سلفتي حد فلوس وانه محتاج قوي والظروف بيمر بيها، وبعدين فجاه لقيتي على الفيسبوك او مش عارف ايه وصور وهم في المصيف، فليكن استلف عشان يروح يصيف، وانت هو كنت فاكره ان هو في زنقه، رد فعلك بيبقى ايه او تفكري في ايه؟ هتتضايقي ولا مش تتضايقي ولا لا؟ بس انا هحكي لك موقف. انا اعرف حد جالي سلفيني 1000 جنيه، فسلفت ال 1000 جنيه، فوجئت بعد ما سلفت ال 1000 جنيه ان هو ان الست ديتي راح تعمل شعرها في الكوافير، تعمل مش عارفه ايه في الكوافير. فطبعا كان رد فعلي استغربت طبعا، انا ما اتكلمتش وما احرجتهاش ولا قلت لها اي حاجه. أي. بس ايه ده، هو انا بديكي ال 1000 جنيه وجايز الفلوس دي تكون مثلا زي ما قال الاستاذ حاج من احتياجك أو فلوس انا عاوزاها او فلوس كده عشان خاطر اخد الفلوس دي تروح تعمل شعرك ب 1000 جنيه كامله في الكوافير. فطبعا أي. كانت موقف وحش وكان موقف بايخ، بس انا بيني وبين يعني ما اتكلمتش وما عملتش اي حاجه، بس زعلت، بس قررت ان بيني وبين نفسي ان انا كده خلاص لا. أيوة. كده الطب، ما هو أيوة. اللي عوزه البيت يحرم على الجامع. أيوة. لا اصل احنا بتلاقي يعني المواقف دي بتحصل مع ناس، يكتشف ان مثلا حد بيستلف عشان يتفسح، حد بيستلف عشان زي ما انت بتقولي كوافير، حد بيستلف عشان او واحده عشان عاجبها فستان او عاجبها شنطه بس أيوة. مش معاها تجيبها فاستلف. فحاجات بتبقى حاجه تضايق يعني. حاجه تضايق وحاجه تنرفز. صحيح. بس انا خلاص كده لا خلاص علمتي بقى عليها. شكرا يا مدام نبيل، شكرا ليك. شكرا. تستلف عشان تروح بيوم الكوافير. يعني كانت محتاجه تعمل حاجه في شعرها، فالموضوع مكلف، فهيتكلف 2000 جنيه، فقالت استلف منهم 1000 جنيه. ما هي حركه استفزازيه يعني، هتضايق. بص اصل هي المشكله ان الناس انواع يعني. خلي بالك، ممكن واحد يكون في احنا الدنيا دي اشكال والوان، والناس دي اشكال والوان. يعني انت ممكن تسلف حد فلوس وربنا يرزقه قد الفلوس اللي هو استلفها منك 10 مرات، بس يستخسر يردها. تمام. او انت تعرف ان هو ايه معاه فلوس كتير، يعني خلاص بقى ربنا فتح عليه بقى معاه فلوس كتير، ازمته تفكت، ورث اي حاجه ازمته تفكت 10 مرات. ايوه تمام. يجي يرد الفلوس يقول لك طب معلش يعني ايه خد دي دلوقتي، ويردها لك على 100 حته. فانت لما برضو انت مثلا ليك فلوس عند حد، لما يردها لك على 100 حته كانها ما جاتش، كانها ما خدتهاش، مش بتحس بيها. انت مثلا مسلف 10000 جنيه فجات لك 500 في 300 في 200 هيرد الفلوس،
بس انت برضو ما حسيتش بيها. انت جالك ال 500 نزلت اشتريت بيهم جبنه وشويه حاجات، جالك ال 300 جالك ال 1000 جنيه صرفته، فانت في الاخر لما ال 10000 اللي انت طلعتهم من رصيدك ما رجعوش اساسا. انت يعني ممكن تقبل ده في حال ان انت عارف ان الشخص ظروفه وحشه وعمال يجتهد ويقسم عشان يسدد لك الفلوس. لكن لو انت عارف ان الدنيا فكت معاه وهو مش بصوا هي في الاخر راجعه، في ناس بتبقى صعبة جدا. طب في يعني ممكن نسبة ممكن يبقى هو معاه بس عشان ما يطلعش من اللي معاه ممكن يستلف. بس هو التعامل المادي مع بعض هو ده الحقيقة بيبقى مش لطيق، يعني التعامل المادي مش بيبقى حلو قوي يعني. ماشي ناخد على فكرة احنا اتكلمنا على مستوى الفلوس بس، هقول لكم على انواع تانية من السلف بس نشوف استاذ صفوت. يا استاذ صفوت صباح الفل. صباح الفل ومنورين الدنيا كلها. صباح الفل على حضرتك. نورك يا استاذ صفوت. وبرنامجكم حلو وهادف وبناء. شكرا ربنا يخليك. واللي يقعد قدام برنامجكم وما يستفدش منه يبقى حاجه صعبه. لا ربنا بقول لك يا استاذ صفوت. اتفضل يا مهندس. تسلفني. ما انا هاجي لحضرتك في الكلام ده لان ده مشوار كبير قوي. قول لي قصه حصلت بقى. ايوه. الحياه مدرسه. صح. طبعا الحياه مدرسه. واللي ما يتعلمش من الحياه يبقى ويبقى عبرة للناس يبقى حاجة صعبة. صحيح معاك جدا. أول حاجة مفيش حاجة تزعل الناس من بعضها غير المادة والفلوس. عندك حق. بقول اللي معاه جنيه ومحيره يجيب بيه حمام السما ويطيره. ماشي. يلاقيه عند ربنا. تمام. لكن عشان خاطر الثقة الزايدة مع الناس هي اللي بتضيع الحياة كلها. صحيح. يعني انت تقصد يا استاذ صفوت انا لو معايا فلوس وبصرفها بتاعتي، واحده بتصرفها في كوافير بشتري بيها حاجه، اشتريت كلب اشتريت قط اي حاجه، الناس تقول لك بص بيصرف فلوسه في ايه، وجي حد طلب مني يستلف وانا ما بحبش لا اسلف ولا استلف والناس مش بيعجبها كده وبتلوم عليا، ده صح ولا غلط؟ يعني انت رايك ايه؟ اقول ده حق يعني ده حر انا حر بقى دي قراراتي، لا بحب استلف ولا بحب اسلف. رحم الله امرئ عارف قدر نفسه يحسم الموقف وحط النقط على الحروف. هذه فلوس لازم اكتب ورق واحدد النقط على الحروف واقول لك جيبها يوم كذا وتلتزم. أأمن نفس. أأمن نفس. أأمن نفس، لو ما أمنتش نفسي ده أكبر غلط. تمام تمام شكرا لك. يعني ما يصدق بيا وأجيب له فلوس من الناس. يقول لك أنا ما أعرفكش طب إديني ورقة تضمن حقي، يقول لك أريحك وأتعب عيالي. صح. شكرا 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 لحضرتك. مين معانا؟ استاذ عاطف اهلا بيك. اهلا وسهلا بك يا استاذ حاتم. الله يخليك يا استاذ عاطف. صباح الخير عليك يا صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك يا استاذ عاطف. كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب وبخير. ايه رايك في موضوع السلف؟ ايه رايك في موضوع السلف؟ يعني نسلف بعض ولا الحكايه دي بتخسر الناس لبعضها؟ والله بين كله سلف ودين حتى الماشي على رجلين. صح. صح كده؟ طبعا. صح. انا كان معايا 2 زمايلي. فده سلف منه فلوس وده سلف منه فلوس. لا ده رجعها ولا ده رجعها. فلفوا الزمن بيها. طب هو مش معاها مش معاهم يرجع مش معاهم فلوس يرجعوها يا استاذ عاطف ولا هم مش عاوزين يرجعوها؟ هم مش عايزين يرجعوها هم معاهم. فما تعرفش ايه الوضع بتاعهم. فانا طبعا فوجئت ان هو بيقول لي انا عايز 5000 جنيه. فقلت له افتح الدرج واللي انت حطيته في الدرج خده. واخد بال حضرتك؟ ايوه. فبالتالي انا منعت ان انا اسلف حد. سلفت 2 والاثنين ما رجعوش الفلوس. والاثنين ما رجعوش ومبلغ حلو يعني. تمام. تمام يا فندم. شكرا استاذ عاطف. شكرا شكرا لحضرتك. موضوع السلف ده بيزعل الناس من بعضها. انا مع برضو اكد تاني مع فكره ان احنا لازم نساعد بعض ولازم نقف جنب بعض. مفيش حاجه اسمها حد يبقى شايف اخوه محتاج ويعمل مش واخد باله. مفيش حاجه اسمها تعرف ان قريبك او صديقك او حد يعز عليك او جارك ما عندوش او محتاج او في احتياج وانت عامل نفسك مش من هنا. لا انا رايي لا، لازم نقف جنب بعض ولازم نساعد بعض. اما في موضوع السلف لا، ما تسلفش فلوس كتيره وفي الاخر خالص غالبا مش هترجع لك. ادي فلوس تقدر تساعد بيها، سلف جزء يبقى انت طالع من ذمتك. ومدام نيفين على فكره قالت نفس الكلام اللي هو طالع يعني من ذمتك ومن ضميرك ان حتى لو ما رجعش مفيش مشكله.
طيب برضو في موضوع السلف، ممكن موضوع استاذ صفوت كان بيقول الورق، انت مع ان احنا غريب قريب ناخد ورق؟ ولا قريب ولا غريب اخد عليه ورق خالص. بس ساعات ناس بتسلف رقم كبير. لا لا لا, لا مش هسلفه. يعني مش هسلف فلوس زياده عن طاقتي واخد بيها ورق، مش عايز الورق. يعني ما اصل ما دام واحد جاي لك يعني بعشم، فيعني اقول له تعالى امضي ورق وبتاع ومش عارف ايه بتاع. من زمان ولسه الحكايه دي شغاله لغايه دلوقتي او بتحصل؟ افرض ما ردش الفلوس ارفع عليه قضيه يعني؟ لا طبعا، في ناس لغايه دلوقتي طريقه المساعده، يعني حد جاي يستلف بدل السلف بيعملوها بطريقه تانية. هي موضوع الجمعيه مثلا، هم عايزين يقفوا جنب الشخص ده، فلا حالا يلا تعالوا بينا نعمل جمعيه 10 ولا ب 20 فرد، الجيران مع بعضيها، اصحاب في الشغل مع بعضهم، ويتفقوا ان الشخص اللي محتاج الرقم ده هو اللي ياخدها اول واحد. فيبصوا يلاقوا نفسهم جمعوا له الرقم اللي هو عايزه، بس هي مش سلف، هو الدور على باقي ما يلف على باقي الناس اللي في الجمعيه دي، هيبقى دفعها كانها بالقسط وعدت في صوره جمعيه مش سلف. تمام. استاذ صمويل اهلا بيك. الو، ازيك يا استاذ صمويل؟ صباح الخير يا فندم. ممكن توقف التلفزيون؟ انا موقف التلفزيون يا فندم، بعيد عنه. ماشي، اتفضل يا استاذ صمويل. بص انا مع المثل ده قلبا وقالبا، لان الكلام حلو ساعه الاستلاف، اما ساعه السداد الكلام بيتغير خالص، كل يوم. ايوه صحيح، خدت بال حضرتك؟ الكلام بيختلف كل يوم. طبعا هو اللي عايز يسلف يا اما يسلف من فوق عنده من حاجه زايده عنده. أيوة. ويامن نفسه ياخد يسار، يا اما ما يسلفش زي ما قال ربنا، تسلف وما تستناش انه هو يرد. لكن النهارده الناس بتستلف وضميرها مش كويس، فانا بستلف النهارده، طب انا بمشي حياتي النهارده، طب وبكره والشهر الجاي والسنه الجايه هيعيش حياته كلها سلف؟ صح. مش ممكن. صح. دي القصه، ده موضوع. الموضوع الثاني ان انا بمشي، انا استلفت عشان امشي حياتي، طب ازاي انا هلاقي حمل يعني ادخر من جزء من مشي عشان امشي بيه حياتي، وادخر جزء عشان اقدر اسدد الدين اللي انا استلفته؟ طبعا. فانت من الاول تمشي حسب دخلك. صح. عشان ما تمدش ايدك وتحتاج لحد. انا معاك. صح. جدا، بشكرك جدا استاذ صفوت، بشكرك جدا. يعني ده كان موضوعنا النهارده عن السلف، لانه موضوع شائك وبيزعل الناس من بعض. لكن قبل ما نختم الفقره، حابين نقول رسالة شفناها من قداسة البابا. اللي بيتابع معانا عارف ان قداسة البابا بقاله كام يوم كان يعني مر بتعب شديد شوية. احنا بنقول له ربنا يخليك لينا سيدنا ويخليك للكنيسة كلها. وكنا شفنا رسالة وكانت اتنشرت على صفحة الكنيسة، والاباء يعني شيروها في كل مكان. بتقول احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طبعا دي آية من رسالة معلمنا يعقوب. بيقول قداسة البابا، يبدو ان شهر مايو الماضي كان مزدحما بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات، وانتهى الشهر بعيد دخول المسيح إلى أرض مصر واجتماعات المجمع المقدس واللجان المجمعية. هذا بالطبع بجوار زيارتنا للفاتيكان وروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت من برنامج مكثف، ومع حرارة الجو واستخدام أجهزة التكييف خلال الاجتماعات، ومع الإجهاد الشديد التهب عندي العصب السابع بالوجه. ودائما الأطباء يقولون عن السبب stress and no rest، يعني اللي هو ضغط ومفيش توقف، يعني مما استدعى فحصا طبيا وعلاجا دوائيا وعلاجا طبيعيا بجلسات يومية مع الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود. وهذا ما اتبعته منذ اليوم الأول من صوم الرسل في خلوة تامة أرجو ألا تطول، ولكنها فترة كنت أحتاجها بشدة من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليا وخارجيا والتفكير في شؤونها عامة. وأؤمن بشدة أن صلوات الأحبار الأجلاء والأباء الكهنة والرهبان والرهبات والشمامسة والشبان والخدام والخادمات وكل الشعب وحتى الأطفال هي أكبر معين في محنة المرض. ولذا أشكر الله الذي حياتنا فيه وبه، وعنايته لا تغفل ولا تنام، ومحبته فياضة في كل صباح. وأشكر آلاف الرسائل النصية التي وصلتني مباشرة أو عن طريق السكرتارية، وكل من سأل من كافة الأحباء من الشعب المصري الأصيل. ونصلي دائما أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا عافيها، ودمتم في عناية المسيح ورعايته بكل صحة
وسلام البابا تودروس الثاني. دي كانت رسالة سيدنا لكل ولاده في كل مكان في العالم. ألف سلام عليك سيدنا، وربنا يديك الصحة وطولة العمر، وترجع كده يعني تنور خدمتك ومكانك، كل أولادك بيصلوا لك وقلوبهم معاك، وإحنا مقدرين جدا جدا احتياج يعني قداستكم لفترة الهدوء زي ما ذكرت في الرسالة. وحقيقة الرسالة كانت مهمة جدا للتوضيح عشان البلبلة والكلام، وهو إيه اللي حصل وسيدنا عنده إيه، ولا ده مختفي عشان إيه، اللي عايز يطمن واللي بيطلع الشائعات. فالرسالة دي هي رسالة طمأنينة وكمان رسالة توضيح. بنشكر قداستك عليها، ومرة تانية ألف ألف سلامة على قداستك سيدنا. ربنا يخليك لينا وللكنيسة كلها سيدنا، ومقدرين تعبك ومجهودك من أجل الخدمة ومن أجل ولادك في كل مكان. دمت يعني في رعاية المسيح، ودايما تقود الكنيسة إلى غد أفضل إن شاء الله. دي كانت فقرتنا الأولى النهاردة. نخرج لفاصل ونرجع مع فقرة الصحافة، خليكم معنا. مزمور وآية النهاردة: كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. كثيرة هي أحزان الصديقين، كثيرة هي أتعاب الصديقين. كده يا ربي، هو اللي بيحبك يبقى أتعابه كتيرة؟ بس استنى بقيت الآية: ومن جميعها. أصل كل الناس عايشين في أتعاب وألمات، كل الناس بتمر عليهم، وفي ناس بتفضل عايشة معاهم، ولكن الوعد لأولاد ربنا حتى لو كانت كتيرة ومن جميعها، مش حبة صغيرين، ومن جميعها ينجيه الرب. المزمور ده المزمور 34 اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة. المزمور ده كتبه داود لما شعر بضعف، فهرب، شعر بضعف وخوف من شاول، فهرب من شاول فراح للفلسطينيين. ما أبي مالك ملك الفلسطين لما عرف إن هو داود اللي قتل جلياط راح كان عايز يمسكه، فداود خاف تاني وعمل نفسه مجنون وغير عقله، فأطلقوا أبي مالك. يعني داود خاف من شاول وخاف من ملك الفلسطينيين. بعد كده صرخ بالمزمور ده اللي بيتكلم فيه على علاقته مع ربنا، وفي الآخر يقول حتى لو مشاكل كتيرة ربنا هينجيني منها. المزمور ده يصرخ بيه كل واحد فينا وهو في ضيقته وفي تعبه وهو ضعيف، وهو ضعيف وخايف، وربنا يقوله حتى لو انت ضعيف وخايف وهتصلي لي هرفعك من كل هذه الأتعاب. المزمور تسبيحة شكر من أولاد ربنا لربنا حتى وهم ضعفاء. طب أنا عايز أعرف يا رب انت هتنجيني من كل هذه الضيقات، انت هتنجيني وترفعني وتبسطني وتفرحني ازاي؟ ازاي اكون عايش معاك انسان صديق؟ بفكر فيك، من هم الصديقين اللي ربنا بينجيهم من كل هذه الاتعاب؟ اول حاجه المرتل يقول لنا ابارك الرب في كل وقت، بيشكر ويسبح ربنا في كل شيء، في كل وقت، في كل شيء، على الحلو وعلى الوحش او اللي شكله وحش. زي أيوب، أيوب لما ابتدى يتجرب مامراته بتقول له كفاية بقى يا أيوب، كفاية، بارك الله ومت. قال لها أتتكلمينك إحدى الجاهلات؟ الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل؟ يعني الخير نشكر عليه والشر لا، كل اللي أنت تجيبه لي يا رب كويس. عشان نعيش المزمور ده أول حاجة أشكره على كل شيء، على كل شيء ومن أجل كل شيء. فعلا زي دايما بنصلي في باكر كل حاجة يا رب، حتى اللي شكلها وحش، أصل يا رب المر اللي أنت بتختاره لي أحلى من العسل والشهد اللي أنا أختاره لنفسي. أبارك الرب في كل حين، تسبيحته دائمة دائمة في بقي على لساني، بسبحه كل الأوقات زي داود في كل 7 مرات في اليوم سبحتك على أحكام عدلك، طول النهار أنت على بالي بفكر فيك، يبقى بسبحه على كل شيء ومن أجل كل شيء، بسبحه طول الوقت. أكون عايش إنسان وديع ومتواضع بقلب منكسر. يقول لك إيه؟ بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء ويفرحون. بالرب تفتخر نفسي، أفتخر بربنا، ما أفتخرش بصحتي، ما أفتخرش بقوتي، ما أفتخرش بالناس اللي حواليا بفلوسي، لا، أفتخر بيك يا رب، ماليش غيرك. بولس الرسول يقول لربنا ما أنا يا رب، أنا ولا حاجة، أو يقول مرة تانية أنا مثل السقط
ولكن نعمة الله العاملة فيه هي اللي خلتني أخدم وأكرز وأروح العالم كله. يبقى تالت حاجة أحس بضعفي، ولما أفتخر أفتخر بربنا، أطلب ربنا ومطلبش حد سواه أبدا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، أتكل وأطلب منه بس. دانيال لما عملوا عليه مؤامرة عشان خاطر يطلب من الملك، يقول لك فتح كواه، فتح الشباك بتاعه وبص على أورشليم وكان بيكلم ربنا بس. طب كلم الملك، طب كلم ناس، لا 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 ماليش غير ربنا أتكلم معاه. اتكالي الكامل وطلبي الكامل هو أنت يا رب. أعمل زي دانيال حتى في وسط الشدة، في وسط الضيقة، ماليش غيرك يا ربي أتكلم معاه. حاجة كمان، يكون ملاك الرب حال حول خائفي، يخاف ربنا. هل أنا خايف ربنا؟ الصديقون هم من يخافون ربنا. يعني إيه؟ يعني بس حاطط ربنا قدامه في كل حين، جعلت الرب أمامي في كل حين، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف الصديق يقولها قاعد في محضر ربنا، حتى وهو في السجن في محضر ربنا، هو في بيت فوتيفار في محضر ربنا، يعمل الخطية دي إزاي؟ هو عايش قدام ربنا ومع ربنا وفي حضور ومعية ربنا، عشان كده ومن جميعها ينجيه الرب. حاجة كمان، متوكل على الرب، يقولك طوبى للرجل المتوكل عليه. كل الآيات دي في مزمور 34 في صلاة الساعة الثالثة. طوبى للرجل المتوكل عليه، أنا أكون اتكالي كله عليك. مردخاي كان قاعد زي غفير أو بواب على باب الملك، همان الشرير رايح جاي. طب يا مردخاي هتسجد لهمان؟ لا. طب يعني انت مين هينجيك من همان؟ مش مشكلة، انا هرمي كل اتكالي عليك يا ربي. همان بقى يدبر مؤامرة عشان مش ينتقم من مردخاي بس، ده من مردخاي وكل اليهود، ولكن الله ينقذ مردخاي المتوكل على الله. فهمان هو المؤامرة تتنقل عليه وهو اللي يموت، ولكن مردخاي وكل شعب اليهود ينجوا. يا ترى انا متكل عليك يا ربي؟ مردخاي صديق وعايش معاك يا ربي، ولكن في كل هذه البلايا والتجارب أنت تنجيه. آية رقم 9 في المزمور، اتقوا الرب يا قديسي. اتقوا ربنا، هل أنا بتقي ربنا وحاطط ربنا قدامي؟ اتقيه. تقوى ربنا هي أحلى حاجة في الدنيا، إن أنا أبقى مع ربنا وفرحان بيه. الفتية التلاتة هتسجدوا؟ لا مش هنسجد. هتترموا في الأتون؟ من يترمي في الأتون؟ طب والأتون؟ يتحول الأتون إلى ندى بارد. عمال أقول لكم قصص قديسين وشخصيات من الكتاب المقدس، عظماء، كلهم عايشين مع ربنا، كلهم عايشين حياة المعية والعشرة مع ربنا، كلهم صديقين، ولكن كل هذه التجارب اللي مروا بيها، إن كان مؤامرة أو كان أتون نار أو كان أي ألم أو تعب أو تجارب زي أيوب، ومن جميعها ينجيه الرب. آية جميلة قوي، مزمور جميل في صلاة الساعة الثالثة، ما نعدهوش كده. أبارك الرب في كل حين، تسبحته دائما في فمي، بالرب تفتخر نفسي، طلبت إلى الرب فاستجاب لي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. عشان في الآخر كثيرة هي بلايا وأحزان وضيقات العالم واللي بتحصل للصديقين، ولكن من جميعها ينجيهم الرب. اجعلني يا رب أحيا مثل هؤلاء القديسين وأنجى من كل هذه البلايا والأحزان بحضورك وعشرتي معاك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.